صباح الورد عليكم، اخباركم ايه؟ رب تكونوا بخير. الفيديو ده هتكلم معاكم عن مجموعه اخطاء اغلبنا بيرتكبها بدون قصد منه، بتدمر حياتنا بطريقه كبيره جدا جدا. وطبعا انا هتكلم معاكم عن ايه هي الاخطاء دي، وايه هي الحاجات اللي ممكن نكون بنعملها واحنا مش واخدين بالنا بتكون ليها نتيجة سلبية كبيرة جدا جدا في حياتنا وأثر سلبي كبير في حياتنا. يلا بينا على طول نبتدي في الفيديو، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. أول حاجة يعني في ناس كتير قوي بتقع فيها هي فكرة الديون. بعض الناس بتدين نفسها وتقعد تستلف من هنا وتستلف من هنا وتستلف من هنا علشان يعني ظروف الحياة المعيشية، وأوقات كتير بيبقوا مضطرين ان هما يعملوا كده. بس للأسف الشديد ده على مدار فترة طويلة يعني الإنسان بيلاقي نفسه ان هو وقع نفسه أو دبس نفسه بمشاكل كبيرة جدا هو غنى عنها، وفي نفس الوقت مش قادر يستمتع بحياته، مش قادر ان هو يصرف، مش قادر ان هو مقيد طول الوقت ان هو عشان يسد الديون بتاعته. فدي من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي لازم نحاول نفكر 1000 مرة قبل ما يعني ما نستلف فلوس مثلا، او ان احنا نبين نفسنا، لان الموضوع يعني ليه ابعاد خطيرة جدا وابعاد يعني بعد سنين. يعني الشخص اللي هيعرف يصرف، اللي هيعرف ان هو يعني دايما هيبقى مقيد طول الوقت ان انا لا ما ينفعش اصرف كذا، ما ينفعش اعمل كذا، ما ينفعش اسوي كذا علشان يسدد الديون اللي عليه. كمان فكرة الديون دي بتكون طبعا بتكون حمل كبير جدا جدا على الانسان، وبيحس ان في حاجة تقيلة كده ان هو عايز يتحرر منها. في نفس الوقت بيبقى يعني كل ما هيستلف اكتر، او كل ما يعني ان هو يدين نفسه اكتر، كل ما بعد كده يلاقي نفسه ان هو وصل لمرحلة ان هو مش قادر يسدد الديون اللي عليه، يعني وصل لطريق مسدود. وفي نفس الوقت هو مهما حاول ان هو يجتهد ان هو يسدد الديون اللي عليه بيلاقي نفسه ان هو حط نفسه في مأزق كبير جدا. فدي من ضمن الاخطاء الصعبة جدا والخطيرة اللي احنا بنقع فيها في حياتنا، فنحاول ان احنا يعني نفكر فيها 1000 مرة قبل ما نعمل كده. تاني حاجة، بعض الناس للأسف بتنشغل بقى في حياتها، في يعني دراستها، في شغلها، في يعني في حياتها عموما، وبتنسى ان هي فكرة تطوير الذات، وان هي تهتم بثقافتها، وان هي تنمي شخصيتها، وان هي من فترة للتانية تتعلم حاجة جديدة، او فكرة التعليم الذاتي او التعلم الذاتي. انا قبل كده اتكلمت في الموضوع ده لانه غاية في الخطورة، واتكلمت فيه في فيديوهات كتير جدا، وقلنا زي ما الانسان بيحتاج ان هو يلعب رياضة، زي ما بيحتاج ان هو يعمل اي حاجة في خلال يومه، فالعقل برضو محتاج يعني لازم كل فترة كده ان احنا ننميه، لازم نقرأ في كتب تنمية ذاتية، كتب تطوير الذات، ان احنا لازم ننمي شخصيتنا كل فترة، لان كل مرحلة عمرية بتبقى محتاجة مننا ان احنا ننميها اكتر، ان احنا نفهم اكتر عن الحياة وعن نفسنا، يعني نبقى فاهمين كمان فكرة الانسان كل ما بيفهم نفسه اكتر، او كل ما بيتعمق في موضوع القراية. طبعا انا قبل كده اتكلمت برضو قد ايه موضوع القراية مفيد جدا جدا، بينمي الشخصية، بينمي عقلية الانسان، بيخليه يشوف الحياة بمنظور مختلف، بيخليه يتعلم ويكتسب خبرات جديدة هو ممكن يكون يعني ما عرفهاش. وطبعا فكرة ان انا كل فترة ادور على كتب مفيدة تكون محتواها مفيد يفيدني، ان انا انتقي مجموعة مثلا من الكتب اللي حس ان هي في مواضيع مختلفة، مثلا تنمية الشخصية، تطوير الذات، يعني في كتب كتير قوي انا يعني رشحتها لكم الفترة اللي فاتت، وفي منها كتب جميلة جدا جدا جدا. ولو عايزين برضو اعمل لكم مجموعة الفترة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله، يعني بإذن الله ان شاء الله انتظروني الفترة اللي جاية ان شاء الله هعمل لكم مجموعة ملخصات تانية عن اهم الكتب اللي انا بقراها وبستفيد منها. وانا وعدتكم قبل كده ان اي حاجة قريتها قبل كده وحسيت انها بتفيدني
ان انا هشارككم واحاول ان انا اقول لكم عليها وارشحها لكم باذن الله. النقطه بقى اللي بعد كده اللي انا حابه اتكلم معاكم فيها هي الكلام اللي بنقوله لنفسنا. اوقات كتير قوي الكلام اللي بنقوله لنفسنا او الصوت الداخلي بتاعنا، انا يمكن اتكلمت معاكم في النقطه دي قبل كده، اعتقد يعني ان انا عملت فيديوهات قبل كده اتكلمت معاكم فيها في النقطه دي عن فكره الصوت الداخلي وعن الاثر بتاعه في حياتنا. وهفهمكم دلوقتي يعني ايه اصلا الصوت الداخلي. الصوت الداخلي ده معناه الكلام اللي احنا بنقوله لنفسنا. يعني مثلا هديلكم مثال، اول ما بقوم من النوم بقول لنفسي ايه؟ يا ترى بشجع نفسي بكلام ايجابي وبقول لنفسي ان ان شاء الله باذن الله النهارده هيبقى يوم لطيف، ان شاء الله باذن الله هقدر اعمل كل حاجه، باذن الله ربنا هيقويني وهيساعدني ان انا اقوم بكل واجباتي، باذن الله النهارده هنجح في المهام بتاعتي، باذن الله هقدر مثلا اذاكر المواد اللي عليا مثلا لو انت طالب او انت طالبه، باذن الله هقدر ان انا مثلا ادرس لو حد بيدرس. المهم ان انا اقول لنفسي كلام مشجع او كلام ايجابي يساعدني ويديني بوش كده دافع ان انا اقدر ان انا اكمل اليوم وان انا ابتدي بطاقة ايجابية كبيرة. غير ان انا بقى اول ما ابتدي اليوم اقول لنفسي يا دي النيلة، او انا لسه هكرر تاني اليوم تاني، النهاردة هيبقى يوم ممل، النهاردة هيبقى يوم رخم، انا زهقت قوي يعني من كل يوم اصحى وانام اصحى وانام، وهو اللي بقوم فيه بصحى ويقعد بقى ايه الشخص يضايق نفسه ويقول لنفسه كلام سلبي، وان انا مثلا النهارده يوم رخم وايه مش عارف، ويفضل بقى يتذمر طول الوقت ويفضل يقول لنفسه كلام سلبي. فمهم قوي الكلام اللي احنا بنقوله لنفسنا، مهم جدا ان احنا اول ما نقوم من النوم نمتن اصلا، يعني فكرة الامتنان ان انا امتن على وجود النعمة، ان انا قادر ان انا عايش وبتنفس، وان انا لسه الحمد لله بصحتي، وان انا ربنا عطيني كل النعم اللي موجودة في حياتي. وقبل كده اتكلمت عن قد ايه الامتنان مفيد جدا جدا لحياتنا، وقد ايه اثر الامتنان نفسه بيكون ليه جانب ايجابي كبير جدا جدا في حياتنا. ان احنا نقوم الصبح نقول الحمد لله ونشكر ربنا على النعم، نحاول ان احنا نعدها، نحاول ان احنا نكتبها وندونها قدامنا. علشان قبل كده اتكلمت برضو فكرة التدوين، ان انا ادون الحاجات الايجابية الموجودة في حياتي، صحتي، اهلي، شغلي، اي حاجة بقى موجودة في حياتي. ده بيخلينا نركز او بيخلي العقل بتاعنا، العقل الباطن، يركز في الايجابيات ما يركزش في السلبيات، فبالتالي بنكون احنا ايجابيين اكتر، بيخلينا ممتنين في حياتنا اكتر، بيخلينا نحس ان احنا بالطاقة الايجابية وبيشحننا اكتر بالطاقة الايجابية. فدي من ضمن الحاجات المهمة جدا جدا، ان احنا نركز على الصوت الداخلي اللي جوانا، ونعرف احنا بنقول لنفسنا ايه اول ما بنبتدي ونصحى من النوم. لان في ناس كتير قوي بتغلط في ان هي اول ما بتقوم من النوم بتبقى متذمرة ومتضايقة، يا انا تعبانة، يا مش قادرة اعمل حاجة، يا ده اليوم النهاردة هيبقى طويل، يا ده انا مش هقدر كذا، مش هعمل كذا، انا مش انسان كذا. فالكلام ده كله بيأثر جدا جدا على نفسية الانسان، فبالتالي بينعكس، يعني لان احنا مع التكرار اي حاجة بنكررها العقل الباطن بيصدقها. فلازم نخلي بالنا قوي من النقطه دي، وانا برضو النقطه دي اعتقد ان انا اتكلمت فيها قبل كده عن العقل الباطن وعن ازاي ان هو بيتغذى باي حاجه احنا بنقولها له، سواء بصوتنا الداخلي او بنفكر فيها او بنشوفها في حياتنا عموما. فلازم نخلي بالنا قوي من النقطه دي، ودي من ضمن اهم النقاط او من اهم الاخطاء اللي احنا بنقع فيها، فلازم نركز فيها ونركز على الايجابيات. واول ما نقوم النوم نقول توكيدات ايجابيه، وان احنا نقول لنفسنا كلام ايجابي، لان ده هيشجعنا اكتر بكتير قوي، وهيخلينا اليوم بتاعنا يبقى لطيف كده وجميل ومبهج، ويدينا دافع كبير ان احنا نبتدي ان احنا اليوم بتاعنا يبقى افضل بكتير واحسن بكتير، ويخلينا عندنا كده ايه طاقه ايجابيه كبيره. النقطه اللي بعد كده هي فكره عدم الرضا. الرضا من اهم اسباب السعاده في حياتنا، وانا برضو اتكلمت عنه في فيديوهات قبل كده، واتكلمت عن قد ايه الرضا مهم جدا جدا في حياتنا. عايزه اقول لكم ان في ناس كتير قوي قوي ممكن تكون بتمتلك حاجات كتير قوي في حياتها ونعم كتير قوي في حياتها، وللاسف وصلت لمرحله ان هي اعتادت
على النعم او اعتادت على وجود يعني بقى في نوع من ائتلاف النعمة. وبرضو اعتقد ان انا اتكلمت في النقطة دي قبل كده في فيديوهات، اللي ما شافش الفيديوهات بتاعتي يرجع يشوفها كده، كنت عاملة مجموعة فيديوهات هتستفيدوا جدا منها بإذن الله. ائتلاف النعمة بمعنى ان انا اقوم الصبح الاقي كل حاجة موجودة، فاللي هو عادي انا اتعودت انها موجودة، يعني ايه الجديد؟ انا كده كده متعودة ان انا اقوم بتنفس، ان انا اقوم بتحرك، كل حاجة موجودة، فبالتالي بحس ان انا خلاص اتعودت على كده. للأسف في ناس كتير قوي قوي مننا مش بتحس بقيمة الصحة، مش بتحس بقيمة النعم كتير قوي غير لما بتفقدها. يعني مثلا احنا الأوقات لما بنتعب شوية، أوقات لما بيحصل لنا اي حاجة، أوقات لما بنفقد حاجة غالية علينا، ايا كان ايه هي الحاجة اللي بتحصل لنا، في ساعتها بس بنحس بقيمة الحاجة. ليه؟ لان هي موجودة كل يوم، موجودة طول الوقت. انما لو اختفت لفترة معينة، او يعني مثلا تعبنا شوية او حصل اي حاجة او فقدناها لمدة فترة معينة، فبنحس جدا جدا بقيمتها. فلازم نبقى عارفين ان الرضا من اساسيات السعادة. عشان الانسان يعيش مبسوط في حياته او حاسس ان هو يعني ده مفتاح من مفاتيح السعادة. زي ما قلت قبل كده برضو في ناس ممكن تكون بتمتلك حاجات كتير قوي، ممكن شخص يعني كمان طبيعة الانسان اللي انا حابة اوضحها، طبيعة الانسان مهما كان بيتمنى حاجات والحاجات دي بتحصل يعني بتتحقق. يعني مثلا شخص نفسه يوصل مثلا لليفل معين او مستوى معين مثلا في الدراسة، وصل لليفل ده بعد كده عايز يوصل لليفل اعلى، فبالتالي برضو نفس الطريقة. مثلا نفسه يجيب عربية، جاب العربية فبالتالي عايز يجيب موديل احدث. فبالتالي الانسان دايما بيبقى بيبص لحاجات اعلى في حياته، مش بيرضى بمستوى معين او ليفل معين او حاجة معينة. دي طبيعة الانسان. فلازم نبقى عارفين ان فكرة الرضا دي من ضمن الحاجات اللي انا مش بقول، يعني عشان بس ما حدش يفهمني غلط، انا مش يعني مش يعني كلامي مش معناه ان الشخص ما يبقاش عنده طموح، ان هو ما يبقاش عنده طموح في ان هو يعني مثلا في دراسة او ان هو يبقى مستوى اعلى في حاجات كتير، لا دي حاجة ودي حاجة. بس انا اقصد ان الحاجة دي مثلا هو بيتمنى حاجة معينة، لو اتحققت فالحمد لله يشكر ربنا ويقول الحمد لله، لو ما اتحققتش ما يفضلش طول حياته ان هو يفضل متذمر ويفضل متضايق ويفضل معيش نفسه في قهر، ويحس ان هو طول الوقت يعني حاسس ان هو مش راضي عن حياته. لان دي من ضمن الحاجات الصعبة جدا. تخيلوا يعني مثلا هديلكم مثال، لو شخص مثلا نفسه يعيش مثلا في مكان معين او يسافر في مكان معين او يشتري حاجة معينة، لو الحاجة دي ما حصلتش هيفضل عايش طول حياته متذمر عشان الحاجة دي ما حصلتش. فدي من ضمن يعني الدكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه، انا طبعا بحب فيديوهاته جدا وبحب الكتب بتاعته جدا ودايما بحب اقراله، ليه مقولة جميلة جدا قال ان الانسان ما يربطش سعادته بحاجة. يعني لازم الانسان ما يربطش سعادته باي حاجة، لان لو ربطنا سعادتنا باي حاجة ففي الحالة دي احنا كده بنقيد نفسنا، ونفترض ان الحاجة دي ما حصلتش بعد كده هنفضل طول الوقت عايشين في عدم رضا وفي تذمر وفي دايرة مقفولة مش بتنتهي. فهي دي الفكرة، ويا رب تكون قدرت ان انا وصلت الفكرة. نتنقل بقى للنقطة اللي بعد كده، او النقطة اللي انا هتكلم معاكم فيها اللي بعد كده. النقطة اللي بعد كده بقى اللي انا هتكلم معاكم فيها هي التفكير المفرط او التفكير الكتير. الشخص طول الوقت عمال يفكر، طول الوقت بيفكر في النتائج فقط لا غير. هو جميل طبعا ان احنا نفكر في النتائج، بس كتر التفكير نفسه بيعمل توتر وقلق وتشتيت، بيخلي الانسان مش مركز على اللي هو بيعمله، مش يعني مخليه دايما في حالة كده من التوتر ومن الخوف ومن القلق، ودايما بيبقى يعني طول الوقت بيفكر، عقله شغال 24 ساعة. طبعا انا قبل كده اتكلمت عن فكرة الاوفر ثينكينج او التفكير المفرط، وقد ايه هو حاجة مضرة جدا جدا في حياتنا.
ربنا خلقنا كبني ادمين عندنا عقل بنفكر بيه، وجميل جدا ان احنا نفكر، وجميل جدا ان احنا نفكر في النتائج، وجميل نفكر في اي حاجة بنعملها. بس الموضوع اي شيء في الحياة بيزيد عن حده بينقلب لضده. ففكرة ان احنا طول الوقت نفكر وطول الوقت مستنيين النتائج من غير ما نفكر ان احنا ممكن في الطريق ده واحنا بنتعلم حاجة او ان احنا بنمارس حاجة معينة اكيد هنتعلم حاجات كتير قوي، اكيد هنكتسب خبرات كتير قوي، اكيد يعني التجربة نفسها هتخلينا نتعلم حاجات كتير قوي قوي في حياتنا. حتى وان كانت، يعني انا دايما بقول، حتى وان كانت التجربة دي في النهاية ما وصلتش للحاجة اللي احنا بنتمناها، مش معنى ان احنا ما نجحناش اول مرة وان احنا تاني مرة، لان احنا شيء طبيعي. وانا دايما بقول ان احنا شيء طبيعي ان احنا في حاجات كتير قوي ممكن ما نوصلهاش من اول مرة. فده مش معناه ان احنا نستسلم، مش معناه ان احنا ننهزم ونحس ان احنا من جوانا ان احنا لا خلاص ان احنا كده الموضوع فشل والموضوع مش هينجح، ونفضل يعني نحس ان احنا محبطين وان احنا مش قادرين نكمل. لان اي شخص في حياته حاطط لنفسه اهداف او حاطط لنفسه اي حاجة عايز يوصل لها او نفسه ينجح في حياته، شيء طبيعي ان هو هيواجه صعوبات، هيواجه تحديات، هيفشل ممكن مرة، يعني شيء طبيعي ان اي حاجة ممكن تواجهه في حياته. فلازم يكون عنده صبر، وفي نفس الوقت ما يفكرش كتير قوي، لان كتر التفكير في اي حاجة بيخلينا دايما مشتتين، مش قادرين ان احنا نركز، خصوصا لما بيبقى التفكير زيادة عن اللزوم بيخلينا نحس ان احنا مش مركزين طول الوقت، مركزين على حاجة واحدة اللي هي النتيجة. فبالتالي احنا مش مركزين احنا بنعمل ايه دلوقتي. ففكرة لازم نركز في اللي احنا بنعمله دلوقتي، او الخطوة او المرحلة اللي احنا بنشتغل فيها دلوقتي، والنتائج دي بقى بإذن الله على ربنا ان شاء الله. فنركز برضو في النقطة دي، لان فكرة التفكير المفرط او التفكير الكتير او زيادة عن اللزوم ده بيبقى ليه نتائج سلبية كبيرة جدا جدا في حياتنا. يا رب اكون قدرت افيدكم، ويا رب اكون قدرت ان انا الخص مجموعة الحاجات او الاخطاء او العناصر اللي احنا لازم نحاول نتجنبها في حياتنا علشان حياتنا تكون افضل واحسن بكتير. وباذن الله باذن الله الفترة اللي جاية ان شاء الله هعمل لكم مجموعة فيديوهات برضو عن مجموعة مواضيع كده احنا برضو بنواجهها في حياتنا، وممكن تكون برضو يعني بعض الاخطاء برضو ممكن نكون بنمارسها في حياتنا واحنا مش واخدين بالنا ان هي ليها تأثير سلبي في حياتنا. وبرضو اكتبوا لي في الكومنتات لو انتوا حابين الفترة اللي جاية اعمل لكم ملخصات كتب، ولا حابين ان انا اكمل بقية يعني الفيديوهات اللي هي نتكلم فيها عن باقي المواضيع اللي هي العادية. واكتبوا لي رشحوا لي برضو ايه اللي انتوا حابين ان انا اقدمه لكم الفترة اللي جاية، او في انهي موضوع بالظبط، سواء انا على الفيديو بتاعتي على الفيسبوك او في الكومنتات هنا في القناة. بس دي كانت مجموعة الحاجات اللي انا حبيت اتكلم معاكم فيها النهارده. يا رب اكون قدرت افيدكم. نورتوني جدا جدا وبحبكم جدا. باي باي.